يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. كيف فيك يا ابو محمد؟ اهلين يعطيك العافيه. شلونك؟ اهلين اهلين. تفضل حبيب قلبي. يسلمك. شلونك؟ طمني. شلون امورك؟ والله تمام الحمد لله. بحب اعرفك. بنتي لورين خرجت معهد فندقي وخبره سنتين ونص. يغزي العين من عيني ما شاء الله. وكان يا ارض احفظي معاليك. تسلم ابو محمد. اللهم صلي على النبي. شو تشربون؟ ما بدنا شيء. لا ما بيصير، لازم تشربوا شيء. ما بدنا غلبه. عذابكم راحه. طيب شاي بابا؟ خلص شاي. يا ممدوح. هذا معلم. منين شاي؟ الله يرضى عليك، دلل لي اياه بالفنجان. ها اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ايه حبيبتي، خبرينا عن شغلي. ليش تركتي؟ على اذنك. الو. ما شاء الله كان يغزي العين. انا رمين. احكي شو بك؟ لك شو بقى صوتك هدي شوي؟ شو بقى ابوكي؟ شو؟ طب خلص يلا انا هلا جاي. لك يا ممدوح شو صار بالشاي؟ ايه معلم؟ ما بقى لازم نقوم هلا لانه عمو ابو ايمن مات. لا حول ولا قوة الا بالله. منو هذا ابو ايمن؟ ابو ايمن جارنا. لك شو هالحكي؟ ايه والله. الله يرحم روحه. يلا جاي معطي. يلا قوم يا ممدوح. لورينو. نعم معلم. انا عم نادي لممدوح. شي عم نادي للورينو. الي عمل وشي. امرك معلم. لورينو. خير عمو؟ لك دخيل عمو من دمي. لك ان شاء الله ما بحترم هالضحكة وما بحترم هالعيون. بدي كاسة شاي من ايديكي هالحلوين. تكرم عمو. الله يكرم. لورينو. نعم عمو. تعي عاوزك كلمتين. خير عمو. اسمي ابو محمد. عدي بدي استشيرك بموضوع. خير عمو. ابو محمد شو رايك نعمل يا لورين برنامج يومي بيبدا من الساعه 7:30 لحتى نتسكي، نجيب فيك حكواتي يحكي قصص شعبية، قصة عنتر، الزير سالم، الأمير كشمير، بتجر زبائن. بس هي بتصير بكافيتريات شعبية، يعني هون الزبائن كل اثنين عشان بعدين على العالم وجايين لحتى يحكوا لهم كلمتين، يعني هون ما بتصير. يعني بلاها؟ إذا بدك رأيي بلاها. طيب شو رأيك باقتراح البنات؟ كيف يعني؟ يعني بدل محاطين ممدوح وأحمد وعلي منجيب بنات حلوين مثلك هيك. هدول إذا طلعوا فيهم الزبائن بيصير في رجل على الكوفي تبعنا. مثل ما بدك. شو بنا؟ شو زعلتي شي؟ لا ما زعلت عمو. لسه بتقلي عمو. والله حتجنني.
لك امي وقت كنت انا صغير ما تقول لي الا كون سبحان الذي خلق مثل القمر المصور شب انا عم على القصه العمى. لورينو لورينو اتركي من ايدك وتعي لاقول لك عاوزك كلمتين. خير ان شاء الله. شو الفكره اللي رح يطلع لي فيها كمان اليوم هالعمو؟ خير عمو شو في؟ اذا بتقلي لي عمو مره ثانيه بزعل. عدي عاوزك بموضوع. انتي قديش ضليتي عن طليقك السابق؟ طليقي السابق؟ لك ايه جوزك السابق طليقك. اولا انا ما تزوجت حتى يكون اسمه زوجي السابق، يعني كان الموضوع بس كتب كتاب. وثانيا بتصور انه هذا الموضوع بيخصني لإلي، يعني ما بحق لاي حدا يسالني عنه. لك ايه لورينو هو مو باب التدخل، بس انا لي غايه من السؤال. غايه؟ وشو هي؟ يعني شو رايك باعتبارك مطلقه وما حدا عم يجي يتقدم لك، اجي اطلب ايدك من ابوكي. شو؟ انت جنيت من كل عقلك عم تحكي؟ لا لورينو مالك حق، شلون بتحكي معي هيك انت؟ لانه مستحيل تكون بوايا بتعرض علي هيك عرض. ليش شو ناقصني لورين خانو؟ انا عندي مال واطيان واملاك وبكره بستتك وبخليكي اميره زمانك، مو احسن ما تشتغلي جرسونه وتدوري بين الطاولات؟ لك انت روح اطلع على حالك بالمرايه وحط صورتي جنبك بتعرف الجواب. عن اذنك يا عمو. لك استني وين رايحه لورينو وين رايحه؟ على الهفا اللي ياخذك انت والمجتمع كله. لك لورينو تعيلي. لك تضرب ايه؟ لك لورينو كلمه، لك كلمه تعيلي. العمى بقلبها العمى. هلا بتروح بتقول له لابوها، يوم بيجي ابوها بيبهدلني. لك شو بدي ساوي؟ بسيطه، بقول له لابوها ان بنتك مطلقه وما حدا راح يرضى فيها غير رجال كبير، يا اما رجال عنده اولاد، يا اما مطلق، يا اما ارمل. ممدوح ممدوح. الله الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو حبيبتي طول غدا؟ لا 10 دقايق وبكون جاهز. ممتاز، ما بدنا نستنى لورين لتجي؟ لورين اجت وصارت بغرفتها بس مدري شبها متضايقة كثير. شو هالحكي؟ ايه وحاولت افهم منها شبك يا لورين شبك يا حبيبتي يا ماما احكي لي. عباس ما كانت تحكي لي. الله يرضى عليك فوت انت شوفها بلكي لك بتحكي لها. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. تفضل. بابا ليش زعلانة وجاي من الشغل بكير؟ بابا احكي لي صار معك شيء؟ حبيبتي انا حاولت امنعه بس ما رضي. وليش لحتى يبهدله لابو محمد؟ ليش شو عمل معي؟ بس لحظه احكي.
اهلين اخي ابو لورين، اهلين. تفضل تفضل. لا اهلين ولا سهلين. لك انت شلون بتتجرأ تحكي مع بنتي هيك؟ قلي لشوف، قلي شلون. لك انت ما عندك احترام لشيء؟ ما عندك احترام للخبز الملح اللي بيناتنا والصحبة اللي بيناتنا؟ لك يا ابو لورين انا ما غلطت، انا كنت جاي اطلبها على سنة الله ورسوله. غلطنا شيء؟ فشرت فشرت وستين فشرت. لك هي بتطلع قد اصغر بنت من بناتك. بس يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. لك يا ابو لورين، يا ابو لورين، بنتك مطلقة وبده مين يستر عليها؟ واحسن مو دايرة بين هالطاولات عم تشوف طلبات الناس. انا رح لبي لك الطلباتها وسددها واكتب لها الكفة كله باسمها. غلطنا شي؟ ما خسيت يا واطي، ما خسيت. لك فوق عليك فوق. لك رحت، لك وين رحت؟ اخ لو ما رحت. لك يا ممدوح، يا ممدوح. هذا معلم بنته مطلقة وكرسوني وحبينا نستر عليها ونتجوزها ونسددها. العمى بقلبه العمى. لك آخر زمان عم يكفروا بها النعمة. لك غلطنا شي؟ عوزوا بالله معلم. أشوف شغلك. هذا معلم ممدوح تعزبت النار. العمى من الهوى مشان تغيب تشير.